هنبدأ بإنجلترا والصحف الإنجليزية وهنشوف كتبت إيه بعد لقاءات دوري الأبطال وأيضا بعد لقاءات الدوري الأوروبي. وهنبدأ معاكم بالميرور الإنجليزية وفي البداية والكلام على مشجع تشيلسي. مشجع تشيلسي طبعا لحقوا بفريق تشيلسي العار بعد ما تم تصويرهم وهم يغنون بصلاح المفجر الانتحاري. قضية هنتكلم عليها مع حضراتكم في لافتة جديدة في الملاعب الأوروبية والعنصرية المتبادلة ما بين جمهور إنجلترا وجمهور أوروبا وبين لعيبة الأفارقة لعيبة العرب. بارح كان في لقاء يجمع ما بين سالفيا براغا وتشيلسي في الدوري الأوروبي. في نفس الوقت كان في ثلاث مشجعين كانوا يعني بيحملوا علم مكتوب عليه صلاح المفجر الانتحاري وبدأوا ان هم يغنوا اغاني فيها عنصريه تجاه اللاعب المصري العربي محمد صلاح. طبعا فوز تشيلسي على سالفيا براغا بعنوان الونسو في الموعد مع التسجيل تماما. وفوز ارسنال اللافت على نابولي 2-0 في ذهاب الدور ذاته بعنوان ارون رامسي نجم الجانرز. نروح لديلي اكسبرس الانجليزيه والعنوان الاقوى ما بين الصحف الانجليزيه. طبعا زي ما حضراتكم شايفين تشيلسي شيم عار تشيلسي، جمهور تشيلسي يهتف صلاح المفجر. واستعرضت ايضا فوز ارسنال وتشيلسي بعنوان الجانرز على نار لاهبه نحو نصف النهائي وتشيلسي يحقق الفوز. محدش ينسى ان لقاء يوم الاحد ما بين ليفربول وتشيلسي هيكون في الدوري الانجليزي وعلشان كده في بعض الضغوطات من جمهور تشيلسي تجاه محمد صلاح، قال يعني اللاعب هيخرج بره تركيزه. نروح للديلي ميل الانجليزيه وليفربول يهاجم المسيئين لمحمد صلاح وكتبت في المقابل ان احنا بنفضل التركيز طبعا في مباراه يوم الحد القادم. لكن زي ما حضراتكم شايفين ان الديلي ميل يعني بتتكلم ان يعني ادت عنوان اكبر لنجم الجولف الامريكي تايجر وودز واللي اعاد عقارب الساعه ليتالق في اولى جولات بطوله الماسترز. وده كان نقد بالنسبه لجريده الديلي ميل اللي ادت حجم اكبر لتايجر وودز النجم الجولف الامريكي على حساب مشكله محمد صلاح اللي بيواجهها في الايام الحاليه من وجوده في انجلترا وفي فريق ليفربول بهتافات عنصريه مسيئه للاعب اللي عنده مباراه مهمه جدا يوم الحد امام نادي تشيلسي الساعه 5:30 بتوقيت القاهره في الدوري الانجليزي. طبعا هنطير ونروح لايطاليا بسرعه والصحف الايطاليه ونبدا مع حضراتكم ب توتو سبورت الايطاليه وبتتكلم اكيد على يوفنتوس وعلى لقاء يوفنتوس واياكس امستردام وقالت انه معا يمكننا. طبعا معا هو بتتكلم على رونالدو ان مع رونالدو كل شيء مش مستحيل كل شيء متاح ويوفنتوس يعني بيخرج من يوهان كرويف ارينا ملعب اياكس امستردام بتعادل ايجابي مهم جدا جدا جدا. رونالدو بيؤكد انه في امستردام انه الاجنبي الذي يمكن ان ياخذ يوفنتوس الى دوري الابطال. وغدا نقطه في طبعا فيريرا او حسم الاسكوداتو. طبعا بكره هتكون لقاء او الجوله القادمه من لقاء الدوري الايطالي هتكون حاسمه. لو يوفنتوس فاز بالمباراه والثلاث نقاط هيكون حسم الدوري الايطالي قبل النهايه بست جولات او ست لقاءات قبل نهايه الدوري الايطالي وبالتالي يوفنتوس هيكسر الرقم القياسي اللي موجود اللي مسجل بخمس جولات قبل النهايه لثلاث فرق موجودين في الدوري الايطالي. يوفنتوس مش واحد منهم. طبعا والتفاؤل بيزداد لعوده امريكان في مباراه الاياد ضد اياكس وكليني يبقى في الميزان. نروح لكوريري ديلي سبورت الايطاليه وليله مظلمه نابولي يخسر لكن لا يزال هناك امل 2-0 ودي الخساره اللي جمعت ما بين نابولي وما بين ارسنال لصالح نادي ارسنال الانجليزي. الاتزوري تلقى هدفين في وقت مبكر من قبل رامسي وهدف بالخطا من كوليبالي. لجازيتا ديلي سبورت الايطاليه غدا مواجهه ميلان ولاتسيو خطر اخر جاتوزو ضد سيميوني هذه المره لا يمكنه الفشل. فريق المدرب انشيلوتي بدا بشكل متواضع في لندن رامسي والذي سينتقل ليوفنتوس يطلق النيران على نابولي واللي خسر بهدفين دون رد امام ارسنال.
اليوفي رونالدو الفتاك 64 هدف في 12 عاما بمنافسات دوري الأبطال في المراحل الإقصائية، وده أكتر لاعب وأكبر عدد من الأهداف بيسجله لاعب في مرحلة الإقصاء، يعني في أي دور من الأدوار اللي بيخرج فيها نظام أو بيطبق فيها نظام خروج المغلوب. نروح لإسبانيا ونشوف الصحف الإسبانية بتتكلم إزاي على الدوري الأبطال وأيضا اليوروبا ليج، في فرق بتشارك من إسبانيا في دوري الأبطال فريق برشلونة، أما فالنسيا وفياريال بيشاركوا في الدوري الأوروبي. وأول عنوان لسبورت الإسبانية 9 مباريات من أجل الثلاثية، السرعة النهائية، البارسا يقترب من تحقيق حلمه، البارسا يقترب من تحقيق حلمه ويبحث عن 4 انتصارات في الليجا، عدم الخطأ في 4 مواجهات في دوري الأبطال وفي نهائي كأس الملك. وأيضا برشلونة هو المرشح في أوروبا، البارسا هو المرشح الأول لفوز بدوري الأبطال حسب شركات المراهنات. نروح للموندو ديبورتيفو الأسبانية وتألق جيرارد بيكي هذا الموسم مع برشلونة في جميع المسابقات، وكتبت عنوان خاص ببيكي السير بيكي. وأيضا الصحيفة اتكلمت على ذهاب ربع نهائي دوري الأوروبي وقالت أن فرصة فالنسيا في التأهل لنصف النهائي بعد فوزه خارج ملعبه أمام فياريال 3-1 كبيرة. طبعا إيقاف دييغو كوستا اللي هنتكلم عليه عن أتلتيكو مدريد لنهاية الموسم بعد إيقافه 8 لقاءات، وهو ده الكلام الصح اللي مفروض يطبق على كل كبير وصغير في كل ملاعب العالم، اللي يخطأ لابد ولازم يتعاقب علشان يبقى عبرة لكل اللعيبة اللي موجودين معاه في الدوري أو في العالم كله، ويعرفوا إن كل شيء أو كل واحد لازم ياخد حقه. ماركا الأسبانية وفوز فالنسيا على فياريال خارج ملعبه 3-1 في ذهاب ربع النهائي الدوري الأوروبي، إيقاف المهاجم دييغو كوستا 8 مباريات وغيابه لنهاية الموسم عن أتلتيكو مدريد بعد ما شتم حكم المباراة في مباراته فريقه أتلتيكو مدريد أمام برشلونة. وطبعا بنتكلم على إمكانية لعب المنتخب الأسباني مبارياته في كاتالونيا من خلال حوار مع شخصية سياسية اللي موجود مع حضراتكم على الشاشة، كانوا بيسألوه هل ممكن يتم السماح لمنتخب أسبانيا باللعب لقاءاته داخل إقليم كاتالونيا وبالتحديد ملعب الكامب نو ولا لا. طبعا احنا عارفين ان في طبعا كاتالونيا بالنسبه لاسبانيا في مشاكل كبيره جدا ما بين كاتالونيا او اقليم كاتالونيا واسبانيا بشكل عام. نروح لجريده اس الاسبانيه والعنوان اكيد الابرز ايقاف دييغو كوستا 8 مباريات، الحكم او طبعا رئيس اتلتيكو مدريد بيقول لم اتوقع ان تكون العقوبه بمباريات كبيره، واذا قرروا هذا فلديهم اسبابهم، 4 مباريات بسبب سب الحكم و4 أخرى بسبب الإمساك به أو الإمساك بيده زي ما حضراتكم شايفين على غلاف جريدة أس الأسبانية. وكاسيميرو نيمار لاعب أساسي في أي فريق في العالم، طبعا يعني كلام مهم، كاسيميرو بيحاول يكسب رضا نيمار في إقناعه للانتقال إلى صفوف نادي ريال مدريد الموسم القادم. هنطير إلى ألمانيا والصحف الألمانية وبيلد ونجم البايرن يضربان بعضهما في التدريبات، والكلام ده على ليفاندوفسكي وكومان، المدرب الكرواتي كوفيتش لم يستبعدهما من ذلك من المران ليكملا بعد الانتهاء من الشجار، ده على مسؤولية جريدة بيلد الألمانية. هنروح لفرنسا وآخر صحيفة من الصحف اللي موجودة معنا لكيب الفرنسية تتكلم على أزمة أولمبيك ليون واللي هيواجه نون في الدوري الفرنسي لإيقاف نزيف النقاط. طيب زي ما حضراتكم تابعتم معانا، دي كانت ابرز الصحف او الاخبار اللي موجوده في الصحف العالميه، تابعنا معاكم ايه ابرز العناوين اللي موجوده. ممكن نلخص لحضراتكم ابرز العناوين بخبرين مهمين جدا او بعنوانين مهمين جدا جدا. اول خبر هو الاساءه لمحمد صلاح لاعبنا المصري العربي الأفريقي من قبل مشجعي نادي تشيلسي في مباراة الدوري الأوروبي ما بين نادي سالفيا براجا ونادي تشيلسي في المباراة اللي كسب فيها فريق تشيلسي 1-0 قبل المباراة اللي هتتلعب بين الفريقين يوم الأحد في الدوري الإنجليزي. هنتكلم بالتفاصيل في الأخبار وهنقول لحضراتكم إيه اللي تم يعني تفعيله من قبل إدارة نادي تشيلسي، إن هم وقفوا
الثلاث مشجعين اللي كانوا طبعا بيرفعوا لافتات تسيء الى محمد صلاح، وايضا اللي كانوا بيهتفوا ضد محمد صلاح بهتافات فيها نوع من انواع العنصريه الكبيره جدا، اللي بصراحه بقت افه كبيره ومستفزه وملهاش اي لازمه في ملاعب كره قدم منظمه ومستقره، واحنا بنتعلم منهم. لكن زي ما في ايجابيات دايما لازم يكون في سلبيات. الخبر الثاني المهم اللي اتكلمنا عليه هو ايقاف دياجو كوستا 8 لقاءات يا جماعه، بيتوقف علشان يعني سب الحكم 4 لقاءات واربع لقاءات اخرى علشان مسك الحكم من ايده، وهنا في المباراه او هنا في ملاعب كره القدم قانون واضح وصريح، مفيش احتكاك من قريب ولا من بعيد ما بين لاعب كره القدم وبين الحكام بشكل عام، حكم الساحه وايضا حكام الرايه سواء هنا او هناك، وايضا بتكلم على الحكم الرابع، وبالتالي لو في حكم خامس هو بيطبق عليه نفس الكلام. علشان نقول ان في اوروبا او في دول الغرب او في الدول المتقدمه مش بس في التكنولوجيا، لا ده كمان في كره القدم، دايما عندهم مساواه، دايما هم عادلين جدا 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 في اي شيء هم بيقولوا عليه وفي اي شيء بيحاولوا ان هم يطوروه. ايا كان انت مين، نجم مش نجم، كره القدم عندنا سواسيه. 8 لقاءات علشان يعني انا مش عايز اقول، لكن يا ريت المسؤولين في مصر هنا يحاولوا يتعلموا شويه ان ازاي بيتم تطبيق القوانين الصارمه والحازمه على اي حد من نجوم كره القدم ايا كان اسمه ايه او ايا كان هو مين، علشان يبقى عبره لغيره. النجم لما يتعاقب الصغير هيخاف، لكن لما تعاقب الصغير الكبير هيفضل زي ما هو، مش هيتعلم اي شيء. ودي رساله مهمه جدا 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 حبيت ان انا اقولها، لعل وعسى حد بيكون بيتفرج علينا ويبدا ان هو يفكر في الـ 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 يعني العقوبات ازاي بيتم فرضها وازاي بيتم يعني درسها كويس جدا جدا قبل ما يتم اصدار عقوبه. علشان كده دييجو كوستا بالنجوميه اللي موجوده فيها بال 30 سنه اللي موجودين عنده، اعتقد ان هو في الاخر ما اتعلمش اي شيء، وفي حياته القرويه ما فعلش اي شيء، وكل المجهود اللي عمله ضاع منه في الاخر، وفي نفس الوقت عنده موهبه كبيره جدا جدا جدا، اعتقد انه واحد من انجح المهاجمين واقوى المهاجمين الموجودين في العالم. هنروح بسرعه على ترتيب الجداول والمواجهات المقبله في الدورات العالميه، وايضا في صراع الهدافين المشتعل. هنبدا معاكم في الدوري الانجليزي، وهنراجع معاكم قبل انطلاق الجوله القادمه جدول الترتيب. ليفربول في المقدمه بفارق مباراه عن فريق مانشستر سيتي ب 82 نقطه، السيتي في المركز الثاني 80 نقطه، وتشيلسي في المركز الثالث 66 نقطة، وتوتنهام هوتسبيرز في المركز الرابع ب 64 نقطة، وأرسنال في المركز الخامس ب 63 نقطة. هنروح للمواجهات الدوري الإنجليزي، ومعاكم أول مباراة هتكون يوم السبت بكرة إن شاء الله الساعة 1:30، توتنهام هوتسبيرز أمام نادي هادرسفيلد واللي رسميا هبط إلى دوري الدرجة الثانية. يوم السبت أيضا الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة، نيوكاسل أمام فريق وست هام. هنبدأ معاكم يوم الأحد واللقاءات المهمة جدا جدا جدا، كريستال بالاس ومانشستر سيتي الساعة 3:05 يوم الأحد، وليفربول وتشيلسي أيضا يوم الأحد الساعة 5:30. هنروح لهدافين الدوري الانجليزي، وكالعاده سيرجيو اجويرو هو المتصدر ب 19 هدف، يليه نجمنا المصري محمد صلاح لاعب ليفربول 18 هدف، هاري كيم لاعب توتنهام هوتسبيرز 17 هدف في المركز الثالث، وامريك اوباميانج لاعب ارسنال في المركز الرابع ب 17 هدف، وساديو ماني لاعب ليفربول في المركز الخامس ب 17 هدف، وايضا ايدن هازارد لاعب تشيلسي في المركز السادس ب 16 هدف. نروح الدوري الاسباني وهنتابع معاكم جدول ترتيب الدوري الاسباني. برشلونه في الصداره ب 73 نقطه، يليه اتلتيكو مدريد في المركز الثاني ب 62 نقطه، يليهم في المركز الثالث ريال مدريد ب 60 نقطه، اما ختافي في المركز الرابع ب 50 نقطه، واخيرا اشبيليه في المركز الخامس ب 49 نقطه. هنروح للمواجهات القادمه في الدوري الاسباني، وهنبدا من اول بكره ان شاء الله، هواسكا امام نادي برشلونه الساعه 6:15 الساعه 4:15، واتلتيكو مدريد امام نادي سيلتا فيجو الساعه 6:30. اما ختاما للقاءات يوم السبت اشبيليه وريال بيتيس الساعه 9:15، ويوم الاثنين هيكون مباراه ليجانيس وريال مدريد الساعه 9:00.
نروح للدوري الإيطالي ونشوف مع حضراتكم أو نروح لقائمة هدافي الدوري الإسباني. آسف قبل ما نروح للدوري الإيطالي، ميسي في الصدارة ب 33 نقطة ب 33 هدف، ولويس سواريز في المركز الثاني ب 20 هدف، وكريستيان استواني لاعب جيرونا ب 19 هدف بيقدم موسم رائع جدا جدا كريستيان استواني، وكريم بنزيما في المركز الرابع ب 17 هدف، ووسام بن يدر أشبيلية في المركز السادس ب 16 هدف، في المركز الخامس ب 16 هدف، واخيرا اسباس لاعب سيلتا فيجو في المركز السادس ب 15 هدف. نروح للدوري الايطالي ونتابع معاكم جدول الترتيب وايضا اللقاءات وايضا هدافي الدوري الايطالي. وهبدا معاكم بيوفنتوس 84 نقطه في المركز الاول، يليهم نادي نابولي في المركز الثاني 64 نقطه، انتر ميلان في المركز الثالث ب 57 نقطة، وأتلانتا في المركز الرابع 52 نقطة، وميلان في المركز الخامس ب 52 نقطة. أبرز المواجهات القادمة في الدوري الإيطالي، طبعا بكرة هتكون أولى المواجهات ما بين سبال ويوفنتوس الساعة 3، ودي لقاء الحسم أمام نادي يوفنتوس، لو فاز في المباراة هيتوج رسميا بلقب الدوري الإيطالي. أيضا بكرة الساعة 6 روما وأودينيزي، والساعة 8:30 ميلان ولاتسيو، ويوم الحد فروزينوني هيلاقي نادي انتر ميلان. نروح لهدافي الدوري الإيطالي ونشوف الهدافين، طبعا كريستوف بياتيك لاعب ميلان 21 هدف، مع كواليريلا لاعب سامبدوريا ب 21 هدف بيتساوي الاثنين في الاول والثاني، وزاباتا لاعب اتلانتا في المركز الثالث 20 هدف، اما كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس 19 هدف، وميليتش لاعب نابولي 16 هدف، وايموبيلي لاعب لاتسيو عنده 14 هدف. طيب طيب زي ما حضراتكم تابعتم دي كانت ابرز المواجهات وترتيب الجدول، وايضا طيب تعالوا نروح بسرعه لتليفون مهم جدا جدا مع واحد من نجوم الكره الجزائريه، واحد من اللعيبه اللي حصل على دوري أبطال.